قضية فيها صافي بارتي دو فوتبول، معناها الهزيمة معناها موجودة في عالم كرة القدم، لكن اللي معناها ما كانتش يعني مقبولة هو الأداء اللي قدمناه، المردود اللي قدمناه كفريق ما يليقش معناها لا باللاعبين تاعنا ولا يعني بنادي في حجم وفاق ستيف بطبيعة الحال من غير شعبوية. بصراحة ما كانت مباراة خلينا نقولوا للنسيان، ومعلينا كان باش نتلافاو الأمور هذه وقدامنا فرصة معناها نلعبوا مع المتصدر باش نظهر بوجه معناها مشرف الفريق تاعنا.